لك اليوم السي فوزي القجاع والسي أخنوش والسي بيتاس تيقولوا إلا مشينا حتى ردينا الدعم غادي تخرب الميزانية وغادي تتقب وما غيبقاش عندنا الفلوس باش نديروا لا الصحة لا التعليم لا الاستثمار، كان خصهم يجدوا واحد الكلمة ديال الصواب يقولوا يا ودي نحمد الله ونشكروه ونشكروا حزب العدالة والتنمية ونشكروا السي عبد الإله بن كيران الذي كان وراء هذا الإنجاز. أيوة، واش الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث هل شتم الأنبياء السابقين؟ يعني القرآن الكريم مليء بالثناء على آدم عليه السلام،